أحياناً عشق كرة القدم بتويرت أباً عن جد. اسمي فادي جريج، عمري 19 سنة، من عكار من لبنان. أنا خيو الأفادي، اسمي شادي جريج، عمري 21 سنة، من عكار من لبنان. نحن لعيبة فوتبول من نحن وصغار، بلشنا من نحن وصغار معنا طابة لأنه كان جو سبورتيف بقلب العائلة. بي كان كابتن منتخب لبنان وأمي بتلعب باسكت كمان منتخب لبنان للباسكت. نحن خبزنا اليومي هو السبور. أنا بأول بيبي كنت مستقيمة فيه، لعبت ماتش أنا وأنا بالشهر السابع، يعني الجنون قديه بالسبور لوين وصل. بي اسمه طوني جريج، كان كابتن منتخب الراسينج، كابتن منتخب لبنان، كان أسطورة بعالم كرة القدم لبنان، كان سالة بالكرة اللبنانية. أنا عشت ببيئة فقيرة، أهلي كانوا يعني بدهم ياني يكون مبسوط بالحياة، لقوا إنه لعبة الفوتبول هي عم تبسطني، عم تلهيني عن العيشة اللي كنت عايش فيها، نمولي الموهبة تبعولي ونجحت بحياتي كلاعب فوتبول. بلشت الحرب الأهلية بلبنان واجته بي كتير أفريت كرمال يطلع لبرا، بس فضل إنه يبقى بلبنان مع أهله. لو ما ظروف الحرب أنا كنت حققت الحلم اللي هلأ عم يصير، إن شاء الله يصير لأبني. طلع ببي عمل عائلة سبورتيف ونحن بدنا نكمله مسيرته. قالوا لي هذا أخوك؟ أوكي خليك هنا، ناخذ القرار مع بعضكم. أوكي؟ أوكي. شوف، بالنسبة لي أنت عندك لياقة أفضل من خوك. شوفني بالملعب بس، أعطيني تشانس بس تشارجيك اللياقة تبعي، ما بتعب يعني بالملعب، بقدر كمل 90 دقيقة وبلعب 90 دقيقة بالدوري. عارف أن عندك إمكانيات وعندك تكنيك، بس المشكلة الجسم. شو رأيك أنت؟ أنا بعطيه شانس يجرب بالماتش، لأنه عن جد بالماتش أنه لاعب معه قبل، أنه مخيه. نعطيك فرصة مع أخوك. شكرا. أوكي في المباريات. Thank you. وعندك فرصة، هذه الفرصة الأخيرة. أوكي. أوكي. Thank you. يلا. برافو فادي، يلا جو جو فادي. Well done. Well done lad. Well done. برافو برافو. إيه. برافو. Well done. Use the body. Hey, bravo. الاختبار الثاني انتهى، وباقي يعرف الشباب إذا أدائهم كان كافي ليتأهلوا للمرحلة التالية. أوكي شباب، أول رقم 6002. ثاني واحد 6017. 6019. 6015. 6015. آخر واحد شباب 6020. بس إنه كنت حاسس إنه ما حتنقى، لأن ما عملت تدريب الكتير، ما فرشيت مهارتي قدامهم. أنا دايماً كنت كوتش للخي، يعني إن شاء الله خير، إن شاء الله يبيضها هلا هو ويكمل لي مسيرتي ومسيرة بيي. من لبنان لبنان.